الشمندر الأحمر هو نبات مزهر نما في جميع الظروف المناخية لعدة قرون. عند تناوله بانتظام وبالكمية المناسبة مع مجمعه المركب الغني، فإنه يوفر فوائد لا تصدق لجسمنا، وهو مفيد للعديد من الأمراض. ما هي فوائد الشمندر الأحمر؟ كم ومتى يجب أن تستهلك؟ دعونا نفحص معا. يمكنك الاشتراك في قناتنا مجانا قبل الانتقال إلى المزايا. نحن هنا مع فيديو إعلامي جديد كل يوم. ما هي فوائد تناول البنجر الأحمر العادي؟ محتوى اللب من البنجر الأحمر مرتفع للغاية، تحتوي حصة واحدة من البنجر على حوالي 15 جراما من الألياف الغذائية. بهذه الطريقة يمنع مشاكل مثل الانتفاخ عن طريق تنظيم حركات الجهاز الهضمي مع حماية الأمعاء. مع تأثير البروبيوتيك فهو يقلل من البكتيريا الضارة في الجهاز الهضمي ويدعم تغذية البكتيريا المفيدة. المركبة الفينولية التي يحتويها توازن حموضة المعدة على وجه الخصوص يقوم بإيجاد وتحييد بكتيريا هيليكوبكتر بيلوري التي تسبب اختلالات حمض المعدة في الجسم. من ناحية أخرى فهو غني جدا بمضادات الأكسدة المفيدة لتحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء. حصة واحدة من البنجر توفر 15% من احتياجاتك اليومية من فيتامين سي. هذا يخلق درعا دفاعيا قويا ضد الفيروسات والبكتيريا ومسببات الأمراض. توجد مركبة الفينول الموجودة أسفل القشر مباشرة تعمل على تليين الحلق، يريح الجهاز التنفسي ويخفف من السعال. بالإضافة إلى ذلك فإن جذر الشمندر الذي ينظف السموم في الدم مفيد جدا للكبد عند تناوله بالكمية المناسبة. مهمة الكبد هي إزالة السموم من الجسم. يساعد البنجر الكبد عن طريق إزالة السموم ومسببات الأمراض من أنسجة الكبد. البنجر لصحة القلب والأوعية الدموية. النترات في محتواها لها أثر استقرار ضغط الدم. تظهر الألياف العالية التي تحتويها نشاطا مضادا للأكسدة وتحييد الدهون الثلاثية عن طريق منع تكوين البلاكي في الأوعية. يساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم. الشمندر لصحة العضلات والأنسجة العظمية. الشمندر الذي يحتوي على الكثير من الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والزنك والبوتاسيوم يقوي عظامك ويمنع هشاشة العظام، كما أنه يقلل من الالتهابات المزمنة والحادة. يعالج إصابات العظام والعضلات نتيجة الاصطدام لاحتوائه على مركبة مفيدة تعمل على حماية أنسجة العظام والمفاصل. حصة واحدة من البنجر المبشور تحتوي على 60 ملغرام من الكالسيوم. في الوقت نفسه يحتوي البنجر على زيوت قيمة وفيتامينات B1 وB2 وB6 بالإضافة إلى النحاس واليود والبوتاسيوم والمغنيسيوم. هذا مهم جدا لعلاج مرض فقر الدم. من ناحية أخرى يساعد الشمندر على تجديد الجلد من خلال زيادة جودة الدورة الدموية، فإنه يسهل تجديد خلايا الجلد بشكل أسرع. إذن هل هناك أي ضرر في استهلاك البنجر؟ متى وكم يجب أن تستهلك؟ من الذي يجب أن يكون حذرا للغاية أثناء الأكل؟ على الرغم من أن هذه الخضار التي تجمع كل المكونات المفيدة للتربة مفيدة، إلا أنها قد تخلق مواقف سلبية لبعض الناس. أولا وقبل كل شيء، جذر الشمندر وهو مفيد جدا لأنشطة الجهاز الهضمي والمعدة يستهلك أكثر من اللازم وفي وقت قصير، فإنه يشغل أنشطة الجهاز الهضمي أكثر من اللازم ويمكن أن يسبب الشعور بعدم الراحة في المعدة. يمكن رؤية هذا التأثير الجانبي للبنجر خاصة عند تناوله نيئا. يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعدة تناول البنجر عن طريق الطهي. من ناحية أخرى يستخدم
جذر الشمندر والمركبات القوية الأخرى في الطب اليوم، لذلك قد يتفاعلون مع بعض الأدوية. استشر طبيبك قبل تناول جذر الشمندر، خاصة إذا كانت هناك أدوية تحتاج إلى استخدام. إذن كم يجب أن تستهلك البنجرة؟ يوصي الخبراء بتناول نصف أو مرة واحدة يوميا من البنجر 2 إلى 3 أيام في الأسبوع، خاصة في فصل الشتاء. عندما تستخدم جذر الشمندر عن طريق إضافته إلى السلطات أو الوجبات، سيزداد مستوى صحتك على المدى الطويل. في ضوء هذه المعلومات، يمكنك إضافة الشمندر الأحمر إلى نظامك الغذائي والاستفادة من فوائده طويلة المدى. إذا أعجبك الفيديو الخاص بنا، فلا تنسى إبداء الإعجاب والاشتراك في قناتنا إذا لم تكن قد اشتركت بعد. ابقوا على ما يرام، ابقى على اطلاع.